طبابة مع يحيى الشاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الطاقة الإيجابية، مساء الأجواء الحلوة اللي عندنا هنا بصراحة في جدة خاصة. مساء ما أدري كيف الأجواء عندكم يا أهل مكة ويا أهل الرياض وأهل مناطق المملكة. كيف حالكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان؟ إن شاء الله أنكم مبسوطين. كيف رمضان؟ رمضان مهلا يا رمضان. رحب فيكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان على إذاعتكم إذاعة ألف ألف إف إم الموجة السعودية. ويسعدني أكون معكم أنا يحيى الشاطر لمدة ساعة كاملة من الساعة 3:30 وحتى الساعة 4:30. في حوار طبي على الهواء مباشرة مع ضيوف مميزين اللي دائما يشرفونا في برنامجنا برنامج طبابة. في برنامج طبابة احنا بنطرح موضوع جديد بنجلس نتكلم فيه كل ما يتعلق بصحة الإنسان وعن الأمراض وكيفية العلاج والوقاية منها. وبنتكلم عن آخر المستجدات والتقنيات الحديثة، بنتكلم عن حفاظ على وزنك، على رياضتك البدنية، بنتكلم كل ما يخص في صحة الإنسان. طبعا زي ما عودناكم أعزائي المستمعين إنه إحنا دائما نحب نكرم ضيوفنا في الاستديو في برنامج طبابة، إنه نقول لهم اسألوا ضيوفنا على هاتف البرنامج 012-616-1100، أو أنكم تقدروا ترسلوا لنا على واتس البرنامج 052-6-89-01. وخليني أقول لكم أنه أي أحد راحت عليه الحلقة يقدر يسمعنا، وحتكون نازلة على اليوتيوب في خلال 24 ساعة على حسابنا ألف ألف إف إم. وانتم كمان تقدروا تتواصلوا على حساباتنا على تويتر والإنستغرام ألف ألف إف إم. علاقة التغذية بالرياضة وعلاقة الرياضة بالتغذية، اثنين ما يقدروا يعني يستغنوا عن بعض. فالغذاء الصحي وممارسة التمارين الرياضية وعلى الوقاية والسيطرة على العديد من الحالات الصحية والأمراض المزمنة، هذه كلها الغذاء الصحي يخليك أنت تساعد نفسك أنك أنت إنسان ما تصاب إن شاء الله بالأمراض. وإذا كان الواحد عنده أمراض مزمنة بتحافظ عليه، والرياضة نفس الكلام. فعند استهلاكك لممارسة النشاط البدني حيكون في مزيد من السعرات الحرارية تستهلك الطاقة في تغذية العضلات. يعني طول ما أنت قاعد تسوي رياضة تحتاج تغذية في عضلاتك، في زيادة التنفس، معدل ضربات القلب والتمثيل الغذائي. فعشان كذا احنا دائما نقول لازم تتبعوا نظام غذائي صحي متوازن لاكتساب مزيد من القوة والتحمل أثناء التدريب. ونفس الكلام إذا انت أكلت كثير وعبيت بطنك وكرشتك لازم تسوي رياضة. يعني نحاول انه احنا نمسك العصاية من الوسط. فعشان كذا اليوم جبنا
ضيفين مميزين، أخصائية تغذية ومدرب شخصي لكمال الأجسام، يعني اثنين على قولهم نحطهم في الخلاط مع بعض يجيبوا للإنسان نتيجة حلوة. نرحب بضيوفنا الأستاذة ود أزهر، أخصائية تغذية علاجية. نرحب فيك ونقول لك يا هلا وسهلا، يا مساء النور. يا هلا فيك، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله لكم القبول وأن يجعلكم من الفائزين بالمغفرة والعتق من النيران. ونرحب بضيفنا الكابتن أسامة خالد، مدرب شخصي لكمال الأجسام. يا هلا وسهلا حبيبي، الله يسعدك يا رب. بإذن الله تكون حلقة جميلة اليوم وتستمتعوا فيها المستمعين ويستفيدوا إن شاء الله من ناحية التدريب وناحية التغذية مع ود أزهر ومعاك بإذن الله. يا حبيبي الله يسعدك يا حبيبي. طبعا ما أدري كيف رمضان كان معاكم، يعني خلاص خلص رمضان، وبصراحة اللي خبص في رمضان، ودحين جينا الوقت الجد، وقت اللي باقي 10 أيام. فدائما عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، خلاص احنا 20 يوم قضيناها أكل، والسفرة كانت من أحلى ما يكون. نبغى نسوي دحين كنترول لنفسنا. باقي 10 أيام من رمضان، كيف أنا أقدر يا أستاذ ود أستغل ذي الأيام وأنزل من وزني وأحافظ على وزني؟ رمضان والصيام كان فرصة جميلة ممكن لنا استبدال النظام الغذائي للأفضل، ونقلل من السعرات الحرارية اللي بنستهلكها طول اليوم، ونبعد عن المقليات والنشويات والسكريات، ونشرب موية بكمية كبيرة. طيب حلو، الكمية الكبيرة الموية، احنا دائما يعني معروف انه احنا لازم نشرب موية من 2 إلى 3 لتر. أيوة. صح؟ صحيح. طيب ليش يعني هل نزيد في هذه الأيام أو لا؟ ممكن إحنا نزيد في هذه الأيام. هو يعني المفروض إنه أقل حاجة الواحد يأخذ من 3 لتر في اليوم. هذا أقل شيء. أيوة أقل شيء، إنه الواحد يأخذ أقل شيء 3 لتر في اليوم. حلو. وطبعا إحنا طول اليوم إحنا بناخذ من السوائل، من الشوربة أو من العصير أو. يا سلام، هذا اللي أنا أبغى أسألك إياه. هل الشاهي، القهوة، العصير يغنيني عن أني أنا أشرب موية ولا لا؟ لا طبعا لا غنى عن الماء طبعا. طيب يعني هل أنه يعني أنا أقدر أقول والله خلاص أنا قاعد أشرب قهوة فيها موية كمية؟ لا يا أستاذي، عندك القهوة هي أصلا مدرة للبول، عرفت كيف؟ وهي برضه ما حتغنيني عن الماء. لا ما رح تغنيك، وهي من أسباب كمان حدوث جفاف للجسم. طيب والعصير؟ العصير إذا كان فريش يعني هو ممكن يساعد، لكن برضو إحنا لازم نرجع للموية، نشرب الموية لأنها هي الموية الأساس، لأنها هي اللي سبحان الله تصفي الجسم، تخلي الكلى تعمل على وظيفتها الأساسية، فهذه الموية ضرورية بشكل كبير. وعندك ملاحظة أستاذي، ما نشرب الموية دفعة واحدة مرة واحدة. حلو. هذا الموضوع غلط. أيوة هذا الموضوع غلط، لأنه كده أنت عملت صدمة للجسم، ما رح يستفيد الجسم على طول، حتروح الله يكرمك الحمام. أيوة صحيح صحيح صح. طيب جميل، إحنا دحين قاعدين نشرب الموية وشربنا قلنا نشربها. طيب هل يزيد، بما أنه إحنا قاعدين نقول لهم علشان ينزل من وزنه هذه الأيام، هل نخليه يزيد كمان في شرب الموية؟ ممكن إنه يشرب الموية بس كل ساعة ياخد لتر ولا 200 ملي لتر. من الأفضل يعني. حلو. عندك إنك تقسيمتها، إنك تقسمها على كيف، يعني عندك وقت الفطور تاخد لك كاسة، بعد صلاة التراويح برضو تاخد لك كاسة إلى كاسة ونص. عندك بعد كده على القيام تاخد لك برضو كاسة إلى كاسة ونص، قبل السحور برضو ممكن تاخد من كاسة إلى كاسة ونص، طول مدار اليوم وإنت تقسم وقتك في الموية، إنك تشرب كل شوية كل شوية
كاسة إلى كاسة ونص. جميل كابتن أسامة. هلا حبيب قلبي. طيب احنا سألنا ود قلنا لها انه احنا في هذه العشر الايام كيف نقدر نستغلها بنحافظ على وزننا او انزل من وزني، فعرفنا في كيف التغذية انه احنا نبعد عن المقليات وعن النشويات وعن السكريات تماما هذه صحيح. العشر الايام كاملة هي دحين باقي كمان اقل من عشر ايام يعني تسع ايام، فابغى اعرف ايش اسوي في الرياضة. طيب هي تقريبا خلينا نقول ان شاء الله اخر 10 ايام من 10 الاواخر يعني باذن الله انك تكون زي ما نقول نحاول نقدر بنغطي انه بقيه الاشهر بقيه الشهر من بدايته انك تكون ملتزم في هذا الشهر باذن الله. جميل. انواع الرياضه اللي مارست فيها من الان بديت ان شاء الله من خلال اليوم انك تبدا تدخل نظام كارديو قبل الافطار من نص ساعه الى ساعه جدا ممتاز. انا بتعمد دائما في شهر رمضان انه شهر رمضان عندي الاسبوع هذا بما يعادل اسبوعين من اي شهر من شهور السنه، فشهر رمضان سبحان الله له فرصة كبيرة جدا على الجانب النفسي والديني والرياضي. يعني الآن لما نتكلم إنه أنا أقرر إن بنزل دهون، فدهون الكمية اللي بتنزل فيها مضاعفة في أي شهر من الشهور اللي أنا موجودة في مدار السنة سبحان الله، غير الأجر المضاعف إنه إحنا في عشرة الأواخر في هذه الأماكن، فكل شيء مضاعف في رمضان. طيب فتقدر تدخل هذا الكارديو. خلينا نتكلم عن الكارديو. ممتاز. في ناس عندهم مفهوم غلط، ألاقيهم يعني أنزل على الممشى وأنا راجع على البيت ولا حاجة بشوفهم يجروا جري، فهذا أوكي. غلط. يعني اللي أعرف أنه هذا غلط هو عبارة عن مشي سريع أو صحيح هو لازم الإحماء للجسم. الآن نجي نتكلم أنا من أبدأ في أي نشاط رياضي كارديو لأنه هو خاصة صايم، هذا قصدي أنه يسبب له جفاف. نعم صحيح، هو الآن لما يكون في الجسم في مرحلة الجفاف الآن لابد أنه يمارس الرياضة أو بيعمل جسمه الإحماء قبل ما يخش في الشيء الآن أوكي، ودائما تكون فترات قبل الافطار بنص ساعه الى ساعه عشان حتى لو وصل لمرحله الجفاف انه بعد يقدر يشرب ويتفطر ويريق بمويه وبتغذي جسمه ويكون رطب يرجع ثاني مره اخرى، فاهم علي؟ لكن الطريقه الصحيحه اللي انا بعمل فيها كارديو اني ابدا احمي جسمي تدريجيا، ممكن قبل الافطار قبل ما افطر في اخر تقريبا 10 دقائق ل 20 دقيقه تقريبا ابدا اخش في مرحله الهروله عشان استفيد منها، عشان لما اعطش يكون دوب اذن واقدر اشرب المويه. ايوه طبعا المويه. واعوض الاشياء فقدت من السوائل والتعرق وهذه الاشياء عندك. طيب مستمعينا احنا اكيد رايحين نكمل معاكم مع ضيوفنا ود ازهر اخصائية تغذية علاجية واسامة خالد مدرب شخصي لكمال الاجسام. خليني اذكركم اي احد عنده استفسار او سؤال تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال 012-61-611-02 او انكم ترسلونا على واتس البرنامج 052-62-89-01. فاصل ونرجع لكم. طبابة مع يحيى الشاطر. يا هلا وسهلا مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في موضوعنا عن كيف تسيطر على وزنك المثالي أو كيف تحافظ عليه في هذه الأيام مع ضيوفنا الأستاذ ود أزهر أخصائية تغذية علاجية والكابتن أسامة خالد مدرب شخصي معتمد وأيضا حاصل على عدة شهادات في مجال التغذية الرياضية والعلاجية والتغذية العلاجية. نرحب فيكم من جديد ونقول لكم يا هلا وسهلا فيكم. أهلا بك. يا مرحبا حبيبي. طيب في سؤال جاني، أنا ما أقدر أكل إلا وجبة واحدة في اليوم اللي هي الإفطار، وزني بيزيد، فممكن أعرف إيش الحل؟ طيب هو على حسب نوع أكلها أو على حسب نوع نمط حياتها ممكن نقول. جميل. يعني هي متى بتفطر، وقت فطورها متى، وقت سحورها هي بتتسحر أو لا؟ على رمضان الآن. أيوه بس إنه أنا بعرف يعني متى سحورها متى فطورها عشان الواحد يعرف يعمل لها التقسيمة حقت الوجبات طول المساء. يعني مثلا هي بتفطر
بس هذه وجبتها أو هي سحورها بتاخدها الوجبة الأساسية. طيب في هذه الأوقات في تنوع بتاخد سناكات ولا لا بتمشي على واحدة وجبة وتكتفي؟ هذه نوع الوجبة إيش بتكون؟ فيها بروتين، فيها الكربوهيدرات، إيش نوع الوجبة اللي بتاخدها؟ جميل، توضح لي، لأنه طيب. إحنا أوكي. إذا كان في فترة رمضان هو تقسيمة الوجبات هتكون عندك على شبيه المثال يعني. إحنا كنا نبغى نعرف يعني إيش دائما الواحد يبدأ فطوره. طيب. بما أنه إحنا نبغاهم يحافظوا على وزنهم وإنهم يبدأوا يعني خلاص ينقصوا وزنهم، حتى أنت قلتي بس بشكل عام إنه إحنا نبتعد عن النشويات والسكريات وال. أيوة صحيح. طيب عندك أنت جدول افتراضي، ممكن حنقول إنه عندك أذان المغرب إن شاء الله اللي حتاخد 3 حبات تمر اقتضاء بالسنة، طيب مع كاسة موية. جميل. بعدها راح تروح تصلي، من الأفضل. ليش؟ لأنك أنت كده بتهيئ المعدة. جميل. تمام. بعد ما ترجع من الصلاة طبعا عندك وجبة الإفطار هتكون متنوعة من السفرة، طبعا لازم يكون الصحن قدامك، يعني أجيب من تنوع مثلا فول وسمبوسة زي ما انت حابب. شوف عندك عادي أجيب سمبوسة وفول، اسمعني طبعا عادي. عندك فطور، فطور الملوك. لا والله إذا كذا كويس انت خصيت. أيوة لازم كويسة. عندك فطور الملوك وغداء الأمراء وعشاء الفقراء. يا سلام. فلو ما تبي تفطر عادي ممكن تفطر متنوع، إيش اللي حابب من أكل تأكل. أوكي. هذه في الأيام العادية. لا حتى كمان في حتى رمضان. في رمضان بس بالطريقة الصحيحة، بالطريقة الصحيحة. يعني نبدأ بالسلطة، لأن السلطة عندك مشبعة. لا فيها الدهون اللي هو زيت الزيتون، الدهون الطبيعي يعني. اللي هو الدهون الذاتية. أيوة الدهون الكويسة يعني. ما هي الضارة. أيوة. طيب وبعدها تاخد من كل نوع من الصفرة حاجة، يعني عندك الشوربة، عندك السمبوسة. الشوربة أي نوع ولا في نوع معين؟ يفضل إنه يكون الشوربة شوربة الشوفان لأنها خفيفة على المعدة. كمان سريعة الهضم. جميل. يعني انصحوا بيها كثير، عرفت؟ طيب حلو. ويبدأ ياخذ الشوربة وبعدين. أيوة، ولأن كمان أليافها كمان عالية. هذه السلطة ولا الشوربة؟ الشوربة، شوربة الشوفان. ماشي. طيب. بعد كذا قدامي بعدين جنبه جنب الشوربة في عندي صحن السمبوسة. أيوة عندك السمبوسة، هذه أهم حاجة ما تكون مقلية. قولي لي من أول، أنا على بالي إنها هتكون مقلية. لا هتكون عن طريق الفرن أو عن طريق المغلاء الإقلاع الهوائية. جميل أوكي. طيب حلو. بعدين أخذ مثلا عندك بشكل أهم معين. شيء كمان العصائر، العصائر تكون طبيعية. طيب. ما تكون عليها إضافات من السكر. جميل. طيب حلو. بما أنك أنت ذكرتي في موضوع الكربوهيدرات، كابتن أسامة، يعني في ناس يقول لك الكربوهيدرات مضرة للجسم، صح هذا أو لا؟ لا هو ما في شيء. خلينا نتفق انه الكربوهيدرات هي من وسائل الطاقه الجسم يستفيد منها. احنا عندنا مصدرين للطاقه جسم الانسان انه يستمد منها، من الدهون ومن الكربوهيدرات. انا لا اقطع نهائيا الكربوهيدرات من جسمي، لا، اذا كنت امارس نشاط رياضي فلا بد ان استخدم الكربوهيدرات لان تديني مصدر الى طاقه سريع. اذا كنت استخدم رفع اثقال واوزان فلازم يكون عندي في النظام الغذائي مصدر للكربوهيدرات. جدا فين تكون ضاره لو اخذت فوق احتياجك من الكربوهيدرات؟ لما اخذ فوق احتياج من الكربوهيدرات بصوره غير متقول، ما نعرف كم القيم الصحيحه الماكروز اللي انا باخذها من الكربوهيدرات، فبالتالي بتتخزن عندي على شكل دهون طاره. يعني انا لازم اعرف ان انا هذه الاشياء اللي باخذها تكون محسوبه بالطريقه صحيحه، عارف القيم الغذائيه اللي انا احتاجها فعليا من الكربوهيدرات. جميل. وليس ايوه نعم جميل. انا حاجي لسه اكمل معك بعد الفاصل كيف انا كمان احسب احتياجي بالماكرو، وعندي كم سؤال كذا بيخص كمان احنا في موضوع الرياضة. طبعا مستمعين احنا اكيد رايحين نكمل معكم مع ضيوفنا ودي ازهر اخصائي التغذية العلاجية ومع الكابتن أسامة خالد
مدرب شخصي معتمد. فاصل ونرجع لكم. طبابة مع يحيى الشاطر. يا هلا وسهلا بمستمعينا من جديد ومكملين معاكم. كيف احنا نحافظ على وزننا ونسيطر عليه قبل ما نخلص رمضان ونندم ويفوت الفوات؟ لما تيجوا تبكوا لي يوم العيد وتقولوا لي والله الثوب ما جاء علي وعلى مقاسي، ما انا قادر اسكر الزرار، وتيجيني البنت تقول والله الفستان ما هو راضي يتلبس، هذه فعشان كذا اليوم احنا هنا جايين نوعي نفسنا. انا اقول لكم اول واحد انا وبعدين انتم اعزائي المستمعين مع ضيوفنا المبدعين ود ازهر اخصائية تغذية علاجية والكابتن اسامة خالد مدرب شخصي معتمد وأيضا حاصل على شهادة عدة شهادات في مجال التغذية الرياضية والعلاجية والتغذية العلاجية. رحب فيكم من جديد. يا مرحبا فيك أخوي يحيى حبيبي. الله يعطيك الله يعطيك. طيب إحنا تكلمنا قبل الفاصل حبيبي أسامة، إحنا قاعدين نقول إنه الكربوهيدرات بتضر الجسم أو لا؟ قلت لي لا بالعكس، كل شيء فيه له منفعة. صحيح أكيد. جميل. طيب كيف أنا أحسب احتياجي بالماكرو؟ طيب خلينا هي شوية الآن متوسعة العملية. أول شيء هي نظام سعرات حرارية، لو نعرف لازم نعرف أنا قديش أحتاج من هذا النظام، نظام السعرات الحرارية الجسمي يحتاجه. لكل شخص مختلف الأنظمة، قيمة السعرات الحرارية بناء على الهدف اللي هو يبغاه أو الرياضة اللي هو اللي يمارسها. صحيح. أول ما أطلع احتياجي من السعرات الحرارية الآن هي تتقسم إلى ماكروز، إلى دهون وكربوهيدرات وإلى بروتين. فلما أجي أقسم هذه الأشياء بناء على النشاط اللي أنا أحتاجه الرياضي اللي أمارسه تتقسم عندي هذه الماكروز. فعندك قيم البروتين تتقسم عندك تكون 30-40% على حسب نشاطك الرياضي. الكربوهيدرات كذلك لو كان عندك أداء نشاط رياضي عالي ككرة قدم أو أنت كنت لاعب كروسفيت وهذه الأشياء مختلف قيمها كربوهيدرات عن أنك أنت تكون مثلا ممارس لأي رياضة ثانية أخرى. فلكل نوع من أنواع الرياضة لها قيم معينة من الماكروز تكون تحسبها وتعرف أداك. يعني الآن لما تيجي تقول أنا قديش أعرف اللي أحتاجه من جسمي يا يحيى، حاجي أقول لك أنه أنت فعليا لازم تعرف تقيس بمعدل البي إم آر عندك، معدل الحرق مختلف عني وعن أي شخص ثاني موجود هنا معنا، فاهم علي؟ كيف أعرف؟ طيب في عدة طرق انك تقدر تقيس بها، في اللي هي الاجهزة الموجودة في اي الاماكن المعروفة انك تقدر تقيس فيها بيطلع لي معدل بي ام ار اللي هو السعرات اللي انا اقدر امارسها واعرفها بالضبط، فاهم علي؟ وغير كذا اقدر كمان اقيسه كمعدل متوسط لو كان عندي اي ساعة بتقيس عندي نظام السعرات عندي، فاقدر اقيسه خلال 14 يوم اعرف كم معدل السعرات اللي انا قاعد ابذله خلال الاسبوع. ففي كذا كذا طريقة تعرفها بالضبط إن أنت كم قاعد تحرق نظام السعرات وتبني عليها كذلك نظام السعرات اللي أنت تحتاجه وتقسمها إلى ماكروز بروتين ودهون وكربوهيدرات. جميل. طيب إحنا تكلمنا إنه الرياضة مهمة وإنه هذا الشيء لازم إحنا نسويه وكيف إحنا نستغل هذه العشر الأيام إني أنا أقدر أحافظ على وزني، وهذا هو محور موضوعنا اليوم. طيب هل قلنا إحنا نسوي الرياضة أول شيء اللي هي الكارديو قبل الإفطار بنص ساعة؟ صحيح. طيب متى أفضل وقت مناسب للرياضة أني أبدأ
في لعب الحديد ولا ورفع الأوزان وكمال الأجسام، أو أنه أنا أجري علشان أني أنا برضو كمان أبغى أنزل. إحنا دحين جايين اليوم إحنا كمان نبغى نتكلم عن أني أنا أنزل من وزني. أتكلمت ود قبل الفاصل بخصوص أنه أنا أبتعد وكيف هي تأكل في الفطور، شوية حنجيها كيف نتكلم عن العشاء. بس أنا بعرف الوقت الأفضل للرياضة وإيش الرياضة اللي أنه هو يبدأ عشان ينزل وزنه، إيش اللي يتبعها. طيب بالنسبة للتوقيت في شهر رمضان، التوقيت له عامل مهم على حسب الهدف اللي أنت ماشي فيه الآن. إذا كان هدفك كبناء وضخامة رفع أثقال في شهر رمضان، فلا بد إنه يكون بعد الإفطار. ليش أفضل أنا بعد الإفطار بين الوجبة، يعني إلى ساعة إلى ساعتين؟ لأنه أنت الآن أهيأت لجسمك ومديته بالكربوهيدرات والطاقة، فبتقدر بتعطي أدائك في النادي. ما هو غلط أنك تتمرن قبل الإفطار، لا جدا ممتاز، بس مختلف لشخص لشخص. في ناس ما عنده قدرة، في ناس يكون عنده عمل أو عنده إرهاق في الصباح فما بيقدر بيأدي بالشكل المطلوب يعني قبل الإفطار. فنصيحتي دائما أفضلها قبل بعد الإفطار إن شاء الله، من بعد الوجبة الأولى من ساعة إلى ساعتين يبدأ يروح يمارس النشاط الرياضي. وش الشيء الثاني اللي ذكرت لي؟ طيب ايش الرياضات اللي يسويها؟ طيب الرياضة، اي نوع رياضة انت تحبها. انا ما احب اجبر انسان على شيء، كل الرياضة صحية سواء اخترت اي نوع من انواع الرياضة، سواء ركوب امثلة طيب سواء ركوب دراجة، سواء كرة قدم، رحت تلعب مع الشباب، سواء رحت تلعب طائرة، الان بادل، الامور هذه كلها، كل انواع الرياضة بترفع من نبضات قلبك وبتحسن عندك متدفق الدم وبتفيدك انت والخيل جسديا. يعتبر رياضة الخيل؟ نعم الخيل. انت يعني عشان بدات انا انت بدات خيل، هل تعبت ولا ما تعبت وقت الخيل؟ لا الساعه استغربت عندي كنت بتعمل كانتر اكلك كثير فلازم ان انا اتطرق لموضوع الخيل. الخيل ترى من انواع الرياضه احنا دائما اقولها، لانه سبحان الله لما تنزل من الخيل لاحظ لي يحيى ايش بيصير فيك، انك بذلت مجهود صح. عالي جدا. لا حتى فعليا ما انا قادر امشي. نعم الرياضة كلها مفيدة جدا، اختار الشيء اللي انت تحبه ليه عشان تقدر تمارس فيه وتقدر تطول فيه، سواء للتخين او للنحيف. الكل لازم ياخذ من هذه الرياضة، لازم 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 يمارسها. يعني مو تقول لي يا سامة انت يعني لا ما ينفع. لا الرياضة لها تأثير على الجانب النفسي صح. يحيى بشكل كبير فوق ما تتخيل. يعني لا. هي بتطلع الطاقة السلبية مرة إيه. بتطلعك وبتجدد عندك الطاقة، يعني انت بتكون عندك نفسيتك مستعدة ان تقابل الناس. يعني انا اما الان كيف بجدد طاقتي؟ لازم في متفرغ لي ادي فيه اخرج من الطاقة الموجودة اللي فيه. علينا على الكلام، امس انا دق عليك تقول لي ما في مفهي جدد الطاقة بالعكس خارج من النادي ما عليك بالعكس، لانه كان فترة صيام تسليمك قبل رمضان اللي عنده عشان كذا خلاص استهلكها كلها ما ولازم اكل. انت لو لاحظت ان انا ما اكلت فما كنت لاقي طاقتي ضعيفة شوية تمزح يعني. معك بس أيوة أيوة. يعني في طيب أستاذ أود خلينا إحنا نتطرق لموضوع العشاء الآن. إحنا قلنا إنه إحنا مثلا فطرنا وقلنا إحنا ناكل إنه اللي تكون السمبوس، ناكل اللي نحبه. أيوة السمبوسة ناكلها بس إنه تكون قلاية هوائية ما تكون مقلية، يعني في أشياء معينة. العشاء طيب عشاء الأمراء أي لا العشاء خلاص حق الفقراء اللي هو شيء خفيف لا هذا قصدك أنت في هذاك غير لا هذاك غير هذاك في الأيام العادية عندك أما الآن لا خلاص الواحد ياخذ شيء بسيط وينام هو مرتاح ما يتكل في الأكل لا العشاء قصدك انت انا أيوة اتكلم العشاء في رمضان لا العشاء قصدك هو السحور يعني ولا ما قبل السحور؟ اللي ما قبل السحور اوكي ما قبل السحور لا يفضل انك تاخذ وجبه كويسه يعني مليانه من الى ايش اللي نفسك فيه تاكله من لحوم من دجاج من رز من مكرونه عندك هذه كلها ممكن انت ايش تاخذها في يعني بعض الحين انت كمدرب رياضي اكيد انك انت بتنصح اللي عندك اللي بيتدربوا وخاصه كمال الاجسام انهم ياخذوا بروتينات بياخذوا بروتينات وممكن ترقق انه انا ايش اهم الوجبات عندي العشاء ناحيه الرياضه نعم في جميل. يعني اهم الوجبات انه هو لو بجيت اكلمك عندي وجبه السحور السحور ولا العشاء لا خلينا نتفق في رمضان
احنا ما بسملك اياها في رمضان. انا اتكلم ايوه في رمضان اخر وجبه تختم بيها ويجيك بعدك من الصيام اللي هي السحور. هذه انا عندي اهم وجبه موجوده لاي شخص رياضي او بيمارس رياضه او عنده نشاط رياضي في الصباح. وتكوين الوجبه لازم تكون من الياف وكربوهيدرات برضو كذلك معقده بسيطه وكميه بروتين عاليه، فاهم عليها؟ والدهون كذلك، ليه؟ يكون الامتصاص بطيء عندك في جسمك ويمدك بالطاقه خلال اليوم في الصباح. يعني انت لو كان عندك دوام وانت رايح بتأدي فيكون عندك حاسس بالشبع، حاسس بانك انت يكون وجباتك كافيه لك، فاهم عليا؟ ما بتكون بتحس مرحله جوع. اغلب الناس بعض الاحيان يحس نفسه انه هو جيعان، فاهم عليا؟ في مرحله الصباح بسبب ايش؟ بسبب السحور ووجبات والاشياء اللي هو بياخذها من نوع الكربوهيدرات. اليوم لازم ياخذ سناك، لازم ياخذ وجبه خفيفه، لازم يعني ما المكسرات يدخلها، الفواكه يعني الفواكه ياكلها، الفواكه المجففه، اللبن الزبادي ضروري كمان. نعم، وانصح به برضو كمان في السحور. ليه؟ لانه بيحتوي على الكازين فبطيء من الامتصاص وبيفيدني ويمدني بالشبع في فتره الصباح باذن الله. طيب بس كذا يعني في ناس تقول لا تاكل من بعد المغرب يا ود عشان تنحف، يعني اكل من بعد يعني العشاء الليل على اساس انهم يقول لك لا احنا عشان ننحف، هذا صح ولا لا؟ لا لا هذا شيء مو صحيح، احنا لازم ناكل وجبات خفيفه يعني. أيوة يكون أيوة أنه لازم تكون الوجبات متقسمه، عندك اذان المغرب وعندك بعد صلاه المغرب تراهي. انك ترجع تاكل أيوة لانه كده انت بدات اول حاجه هيأت المعده انك شيء خفيف وتصلي أيوة. وترجع تاكل وجبتك الاساسيه وبعدين واحده بعد صلاه التراويح. أيوة بعد صلاه عشرة. التراويح بعدها عندك العشاء، هذه تاكلها شيء كمان كويس. عندك السحور انا افضل انه يكون خفيف ما يكون مره ثقيل، بس للرياضيين هذا شيء ثاني. عنده سامة غير سامة لا تختلف الاهداف هنا تختلف لانه هذا بيبني جسم. ايوه ايوه بيحرق كمان. طيب مستمعين احنا اكيد رايحين ومكملين معاكم مع ضيوفنا ود ازهر اخصائيه تغذيه علاجيه والكابتن اسامه خالد مدرب شخصي معتمد. خلينا اذكركم اي احد عنده استفسار او سؤال انكم تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال 012-616-1120 او انكم ترسلونا على واتس البرنامج 052-62-890-1. فاصل ونرجع له. طبابة مع يحيى الشاطر. يا أهلا وسهلا مستمعينا من جديد ومكملين معكم في موضوعنا كيف احنا نحافظ ونسيطر على وزننا المثالي ونستغل الأيام انه احنا نحافظ عليه وما نزيد، مع ضيوفنا المبدعين ود أزهر أخصائية تغذية علاجية والكابتن الكبير أوي أسامة خالد مدرب شخصي معتمد وأيضا حاصل على شهادة تغذية علاجية. طيب احنا تكلمنا قبل الفاصل يعني كيف احنا نحافظ وزننا على هذه في أيام رمضان. في ناس بتعاني، يعني هذا سؤال يعني احنا بنتكلم عليه، يعني انه دائما بيشتكوا انه البطن اخر حاجه، يعني انا دحين قاعد اسوي رياضه بينزل وزني بس منطقه البطن ما بتروح، وخاصه البطن السفليه. ايوه صحيح، هذه ما تروح وبيعانوا منها بصراحه شباب وبنات، يمكن البنات اكثر الله اعلم، انا ما اعرفش. طيب عاد ما ادري نسال ود هي موجوده هنا صح؟ اي صحيح. لا صحيح، لا البنات أكثرهم ما بيعانوا من المنطقة السفلية أسفل البطن. صحيح. وفي لها تغذية معينة إحنا نقول لهم إياها مثلا يتبعوها أو لا؟ هو لها رياضة معينة. رياضة وتغذية معينة مع بعض الاثنين. أنا ليش لازم أربط الاثنين؟ هم الاثنين ذول العاملين مستحيل يتفرقوا عن بعض، الرياضة والتغذية في بداية الحلقة. أيوة
فلما أجي أتكلم أنا على دهوني في الجسم، أول حاجة توزيع الدهون في جسم الإنسان لازم نفهم هو رب طبيعة ربنا خلاها تتخزن في البطن وشوية حوالين عند مناطق الصدر، فالإنسان ما بيزعل، يعني هذا إرادة رب العالمين، وخلى الدهون تتخزن فينا سبحان الله لفائدة، يعني فاهم علي. فأجي أنا ما أجي قررت إن أنا أبا أشيل هذه المنطقة وهذه الدهون الموجودة اللي عندي. طبعا توزيعة الجسم خسارة الدهون هي على كامل الجسم، أنا ما أقدر أجي في منطقة معينة وأشيل هذه الدهون وأقول هذه اللي بشيلها وهذه اللي ما بشيلها، فهمت علي؟ فلازم لما أجي أبدأ قررت أني أنا أبدأ أنزل دهوني، فأبدأ بنظام غذائي بسعرات أقل من سعرات الثبات من 300-400 سعرة، وقاعد أتطور فيه وقاعد أنزل في جميع مراحل من الدهون، فهمت علي؟ صعبة. لا سهلة جدا، بس متى تنزل؟ أصعب منطقة ممكن آخر منطقة تنزل هي منطقة البطن، ليه؟ لأن هي من الدهون العنيدة، فهمت علي؟ وأنا حاب أقول في نقطة معينة من شهر رمضان المبارك، إنه في شهر رمضان في الفترة هذه الدهون العنيدة تقدر تستفيد منها بشكل كبير، ليه؟ لأن أنت فترة صيام، فوائد الصيام لا تعد ولا تحصى، فاهم علي؟ وجسمك لما بيجي يأخذ مصادر الطاقة من الكربوهيدرات والدهون يبدأ يفكك الدهون عندك ويأخذها مصدر طاقة أكبر في شهر رمضان، لأنك أنت فترة الله صيام. ربنا سخرها إنه هذه لا سمح الله الواحد يعي فترة طويلة بتغذي جسمه من هذا. طيب طبعا هي سبحان الله، لأنه الاحتياج اليومي أصلا من السعرات الحرارية في اليوم واحد تقريبا من 1600 إلى 1800 كالوري طبعا. أوكي. أيوة، وتختلف على حسب واحد عنده نشاط رياضي عالي جدا، تختلف عنده لازم تكون له سعرات معينة. أيوة نعم، تضرب فاكتور معين، لو إذا كان بيمارس رياضة كمال الأجسام مثلا على سبيل المثال، فسعراته تكون متغيرة بناء على الهدف اللي هو يبغاه، سواء زيادة كتلة عضلية أو خسارة دهون على برضو. حسب المنطقة اللي هو حابب ابني عليها عضل، صحيح؟ لا مو حسب المنطقة، على حسب الهدف. الهدف أيوة، على حسب المنطقة، يعني مثلا يبغى يعمل أكتاف أيوة. هذا من ناحية التمارين الآن، أيوة. إنه يحسن المناطق. طب أنا أبني كتلة عضلية، نظام الغذائي لازم يكون عندي أعلى من إن هو نظام الثبات اللي أنا أحتاجه، فهمت علي؟ يعني لما بنسمع إحنا بمصطلح عندنا الضخامة أكثر، فاهم علي؟ بناء كتلة عضلية أكثر، فهمت علي؟ وقيمه كذلك تختلف من الكربوهيدرات والدهون والبروتين. نعم. جميل. طيب في عندي سؤال هنا من محمد عبد الله. السلام عليكم، أنا أمارس تمارين اللياقة بالأسبوع 5 مرات، يوم كورة ويومين كارديو ويومين هرولة ومعاهم تمارين البطن بالأسبوع 2 مرات. ما شاء الله. أبغى نصيحة الكابتن بالوجبات، كم باليوم وش هي، وزني 67 وطولي 163، رح نام. دقيقة احنا خلينا نقول الان ما يقدر نتكلم انه انا على نظام غذائي نعمل لشخص، يعني الان خلينا نقول ما شاء الله اول شيء على الاداء الرياضي الموجود اللي عنده، ما شاء الله الاسبوع كامل ما شاء الله بيؤدي بصوره جيده تبارك الرحمن، بيمارس عده انشطه رياضيه، فاهم علي؟ شكله يبغى يوصل للوزن هو اللي هي 63 وطوله 163. لا يا ممكن كده يراجع اخصائيه التغذيه على طول، على طول يروح وهي حتحسب له وتعطي له الوزن المثالي وحتعطي له الجدول اللي هو حيتبعه ويرجع برضه للاستاذ. جميل. طيب اوكي. ايش اللي كيف الوجبات وكم باليوم وش هي؟ هي مختلفه على حسب الهدف. الان انا شايف انه عنده نشاط رياضي ما شاء الله عالي، ما شاء الله تبارك الرحمن، ومشكل أيوة. في الرياضه ايوه، فاذا جينا اتفقنا انه انا والله هدفي اني بنزل دهون، هو حدد الهدف اللي يبغاه سواء زياده او انه يتبع نظام صحي او زياده الدهون، مختلف. لو كان إنه بيتبع نظام صحي عادي فالآن يبدأ يروح يتجه إلى الأكل الصحي الهيلثي فود. دائما أتكلم حاول مدام تمارس شيء رياضي أو عندك أداء رياضي إنك تحسن من جودة أكلك، فهمت علي؟ أنا ما أقولك أتبع نظام غذائي صارم بناء على شيء معين، لا، حسن من مصادر الأكل أنت بتأكلها، من يعني عندك عدة الأماكن بتعمل لك أكل صحي، فاهم علي؟ أنا لو اتجهت على الأكل الصحي وبطلت السكريات والأمور هذه اللي أنا قاعد أمارسها العادات السيئة، انت مع النشاط الرياضي اللي انا قاعد اشوفه الان انت بتتغير تغير جذري، فاهم علي؟ بس انت فين مشكلتك؟ بعد النشاط الرياضي اللي انت قاعد تمارس فيه تغذيتك سيئه ومصادر الاكل اللي بتاكلها سيئه، معليش، فهمت علي؟ فهذه جدا مهمه. طيب في سؤال ثاني. السلام عليكم، بسال عن نشاط الغده الدرقيه، لها نظام غذائي معين وكمان التكيسات؟ أيوة، هذه على حسب التحاليل، لازم يكون عند أخصائية التغذية، وزنها، طولها، عمرها، التحاليل اللي هي الغدة الدرقية، أيوة، تحاليل الغدة
على أساس أشوف هي نشطة ولا هي كسولة، على حسب أنا يعني لازم يكون شيء مفصل قدامي على أساس أبدأ أنا أحسب لها إيش الوجبات، إيش اللي تاخده، إيش اللي مسموح، إيش اللي مو مسموح معاها. جميل. والتكيسات نفسها؟ طبعا كلها. جميل. هذه ترجع برضو للتحاليل والعمر والوزن وطولها والأصلا كمان عاداتها، عاداتها في أكلها إيش هي. من يوم ما صحيت إلى ما تنام إيش ممكن يكون في مدار اليوم، إيش أكلت، إيش كمان عندك التدخين كمان برضو له دور. عندك المعسل، هذه الأشياء كلها برضو لها دور. هل هي من النوع اللي تعسل أو تدخن أو يعني في أسئلة لازم إنه إحنا أيوة نعرفها أكثر يعني علشان هي صحيح. أنت تقدر تعطي لها النظام. صحيح. جميل. طيب في لها تكملة يا كابتن للسؤال، تقول الرياضة العشوائية تنفع ولا لازم نمط معين لمدة معينة؟ الرياضة العشوائية تنفع؟ أيوة. ولا لازم يكون لها نمط معين لمدة معينة؟ لا ما فهمت السؤال، لكن المفروض انها تختار هي رياضة اللي هي تحب. ما في شيء اسمه رياضة عشوائية، انا ما فهمت الرياضة العشوائية كيف هي. لازم اول شيء شكلها عندها والله اليوم انا فيني حيل لا ما في شوف، هو خلينا نقول انه تختار رياضة اللي هي تحب تمارسها، هذا رقم واحد. لا الانسان ما بينجبر على على الشيء. اللي قبله هذاك ما شاء الله ختم، هذاك ختم، هذاك رياضي يعتبر. هذاك لو عنده، لو عنده بس نظام صحي فعليا. رد علينا يقول لا لا استاذ يحيى ابغى وزني 63 بس قصدي الوجبات اللي تعطيني طاقه تخليني احافظ على لياقتي. طبعا اذا انا شايف الان انه انت ما شاء الله تبارك الرحمن ادائك جدا عالي، فانصحك انه يكون دائما عالي بالكربوهيدرات في هذا اللي انت اللي في النظام اللي انت ماشي فيه. ليه؟ لانه انت ما شاء الله فل اكتيفيتي تبارك الرحمن، يعني ادائك كامل الاسبوع مختم الرياضه مختمه ما شاء الله. هو باقي له الخل كلمني على الخاص هذا حشكره على الاداء اللي قاعد يعمله. اوكي طيب فلازم انها تختار رياضه معينه انها تلتزم فيها. لازم تختار رياضة أنت تحبها. أنا دائما أقول الرياضة شيء جميل جدا، اختار الشيء اللي أنت يعني لازم يكون أنت موجود في حياتك، هذا رقم واحد. رقم اثنين نوع الرياضة اللي أنت مارس، يعني أنت الآن ممكن ما بتعرف النوع اللي بتحبه الآن يا يحيى، فاهم علي؟ الآن رحت مارست الخيل أو أو أو, أو رحت تمرنت في النادي أو لعبت مثلا ملاكمة أو أي نوع من الرياضة، حتى السباحة يعتبر شيء جميل ورياضة كذلك. لما أنا مارس الشيء شفت أنا ماشي فيه بجانب وأنا مرتاح فأكمل فيه، فاهم علي؟ وأطور نفسي، أطور في نفسي. أهم شيء يكون عندك شيء جانب رياضي، سبحان الله، فاهم علي؟ مفيد للجسم بشكل خيالي. طيب بس سؤال، مثل يعني دائما احنا عندنا ما في الوعي الكبير لموضوع رياضة الأطفال. صحيح فعليا، وهذا للأسف الشديد. فيقول لك لما يكبر هو يروح، ما هو هذه المشكلة، هيقول لك ما فيني حال ويروح يسوي تكميم. نعم نعم هذه شفتها كثيرة للأمانة. فأنا دائما بحط على دور الأب والأم في البيت، لهم قدوة ودور كبير جدا. وهو من هذه الناحية يكون فيها اثنين. أيوة. يعني التغذية. أيوة. من ناحية التغذية. نعم. ومن ناحية الرياضة. أيوة. هذه أيوة. الاثنين لازمة. فإحنا نقول متى السن اللي يبدأ فيه الرياضة؟ أنا طفلي ولدي بنتي لازم تروح. ممتاز جدا. انا مالي سن معين والرياضه ما اقول لها عمر، انت فاهم علي؟ لا انت كمان. ممكن تمارس من هو سنه اقول له يلا روح قوم سوي رياضه. لا طب في اقول لك انه في اشخاص من عمر سنه الى سنتين بيمارسوا رياضه. الان انا بقول لك على طريقه معينه، وانا طفلي اقدر انمي فيه موهبه الرياضه من الصغر، حيستفيد منها بشكل كبير لما يكبر. اي نوع من انواع الرياضه ممكن اسجله في نادي، ممكن يمارس مثلا كره القدم، السباحه، تعليمها، كل هذه الرياضات تتنمي في الطفل من عنده، من هم عند الصغر. طيب. هذا دور الأب ودور الأم عليش يا يحيى في البيت في التغذية الصحيحة للولد. صحيح. طيب. في سؤال أخير في آخر دقيقة، رياضة تشد الجسم. أنا كنت 75 والحين 60، نزول الوزن في 4 شهور. لا غنى عن رياضة المقاومة ورفع الأوزان. رياضة المقاومة من أفضل الأشياء اللي بتشد عندك جسمك وتعطيك شكل جدا جميل، بتعطيك شيء جدا جميل، والهدف اللي انت توصل له وتكون راضي عن نفسك اول شيء نفسيا وتزيد ثقتك فيها. لو بنصحك بنصحك برياضة مقاومة ورفع الاوزان. بس يشد الجسم الأوزان. نعم لازم يكون في مقاومة عشان تشد جسمك ويطلع بالشكل اللي انت تبغاه المطلوب، او تغير من شكل جسمك لابد ان يكون في مقاومة
أو تلعب لعبة كمال أجسام أو تمارس أي نشاط رياضي فيه رفع أو فيه مقاومة، فحتشد جسمك بشكل خيالي جدا. للأسف إحنا وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا لكما الله يعني والله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ود أزهر أخصائية تغذية علاجية، شكرا لك أنك نورتينا هنا في برنامجنا. الله يعطيك العافية، جزاك الله خير، وشكرا يديكم العافية، وكان صراحة معلومات حلوة واستفدنا كلنا. الله جزاك يعطيك. الله خير. كابتن أسامة خالد حبيبي، شكرا لك، مدرب شخصي، مدرب معتمد، شكرا لك، حاصل على شهادة الـ ISSA والـ IFBB للتدريب الشخصي ولعبة كمال الأجسام، وحاصل ما شاء الله تبارك الله على عدة شهادات في مجال التغذية الرياضية والعلاجية والتغذية العلاجية. صحيح. بصراحة استفدنا منكم الكثير، يعطيكم ألف عافية حبيبي أخوي، ما قصرتوا. إن شاء الله أنتم كمان أعزائي المستمعين إنكم استفدتوا من هذه الحلقة واستمتعتوا معنا في برنامجكم برنامج طبابة. شكرا لمخرج العظيم مشاري الحربي، مزبطك يستاهل مشاري شكرا لك إنك أنت قاعد تتعب معنا يا مشاري. شكرا أيضا لكم أنتم مستمعين ومشاركتكم في الحلقة وأكرمت ضيوفنا. يتجدد اللقاء بإذن الله بكرة معكم في نفس الموعد من الساعة 3:30 إلى الساعة 4:30 عصرا، واللي ما لحق يسمع الحلقة من بدايتها يقدر يسمعنا على قناتنا باليوتيوب ألف ألف إف إم. نصيحتي اللي دائما أختم فيها الحلقة، سوي رياضة وكل زي الناس. هذه تحية مني أنا يحيى الشاطر. سلام عليكم.